بلشتوا انتوا بهيدي المصلحة ومن كيف ورثتوها عن جدكم عن ابائكم وين صرتوا فيها هيدي المصلحة واذا بعدها ماشية او لا؟ هي المصلحة هيدا يعني عبارة عن جدود وبلشت من الجد للجد للاب لهلا للولاد وهلا حاليا يعني خفت عن الاول ما عادت الاول يعني بالاول كان كله يستعمل تنجر الحواس يجي بيضهم يتخبوا الحواس اللجن الحواس هلا كله عم يجي يستلس او تفال او هالاشياء هيدي او الومنيوم ارخص واوفر وسهل واسرع كله عم يجي مستورد من برا فيعني المصلحه ما عادت مثل الايام قديمه قصتها يعني اشياء بسيطه يعني. طب نحن شو لازم نطلب من الدولة لحتى تساعدنا بهيدا الشيء؟ شو اللي ممكن نحن نقلها لدولتنا انه ساعدينا فيه؟ هلا هي الدولة أكثر شيء فيها تساعدنا انه تنزيل الأسعار. يعني مثلا نحن هلا الطعمة هذا الصدر هذا هون الكيلو نحاس تبعه هون، نحن بنشتغل أكثر شيء للمغتربين، يعني إذا المغترب هلا بيجي لهون نحن بنشتغل. بس ما في حدا عم يجي، يعني ابن البلد هلا لحتى يجي ياخذ لك هيك أشياء ما بيجي. طيب ابن البلد بياخذ المضطر بياخذ لجن مضطر عليه ضروري يعني بس المغترب هو اللي بيشغل اليد العامله والصناعه والتجاره بقول لك يعني من السنه لهلا الوضع كثير مقلق وضع كثير صعب بس دخلوا سواح جديد فات عالم جديد فات هذا بس يعني غير بيروت طرابلس غير بيروت